أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، وفيها تفاصيل جديدة حول غارة إدلب يكشفها البنتاغون ودلالة الاستهداف الجديد لميناء اللاذقية، وأخيرا قيمة بوتين وبايدن الافتراضية وأهم ملفاتها. في محورنا الأول، يعترف الناطق باسم البنتاغون بوقوع ضحايا مدنيين في غارة مسيراتهم الأخيرة على إدلب والتي استهدفت قياديا في تنظيم القاعدة كما يقولون. فتجد واشنطن نفسها بعدما نشره تلفزيون سوريا من صور توثق العملية ووقوع الضحايا، تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى فتح تحقيق آخر على غرار تحقيق الباغوز بدير الزور. فما مآلة التحقيق الجديد؟ وهل سيؤثر على طبيعة تعاطي واشنطن مع مثل هذا النوع من العمليات في بيئة مكتظة بالمدنيين كمحافظة إدلب؟ في محورنا الثاني مشاهدينا، يستهدف ميناء اللاذقية على مقربة من القواعد الروسية المتناثرة كالفطر في الجسد السوري، ولا يعبأ بأضرارها الجانبية. تزعم تل أبيب أنها استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى ميناء سوريا الأول في اللاذقية، لكن وسائل أعلام موالية تقول إنها استهدفت حاويات شحن تقل مواد غذائية وأخرى تجارية. فما موقف موسكو من تجاوز تل أبيب خطوطها الحمراء في سوريا واستهدافها مواقع قريبة منها من دون سابق إنذار؟ وما دلالات الاستهداف الإسرائيلي الجديد؟ في محورنا الثالث مشاهدينا، يلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث جملة من الملفات الساخنة والعالقة بينهما. ونذر الحرب في أوكرانيا تزداد، والمهاجرون على أبواب بيلاروسيا يهددون باجتياح أوروبا، وملفات أخرى كسوريا والتسلح والتجسس والاختراق الإلكتروني على طاولة البحث بين الرجلين. هل تنجح قمة افتراضية في تبديد التوتر المهدد للسلم العالمي؟ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الغارة الجوية التي نفذتها مسيرة أمريكية قبل أيام في إدلب استهدفت جماعة حراس الدين فرع تنظيم القاعدة، وإن القيادي المقتول يدعى مصعب كينان. لم يقدم كيربي أي معلومات إضافية عن هوية الشخص، موضحا أن المراجعة الأولية للغارة الجوية تشير بالفعل إلى احتمال وقوع خسائر مدنية محتملة، مؤكدا أن القيادة المركزية الأمريكية أطلقت تقريرا لتقييم الخسائر المدنية من جراء الضربة. بالفعل وقع ضحايا مدنيون والأمر قيد التقييم. هكذا غيرت وزارة الدفاع الأمريكية موقفها حيال الغارة التي شنتها في الثالث من الشهر الجاري، استهدفت كما قال البنتاغون قياديا في تنظيم القاعدة، لكن كان هناك ضحايا مدنيون إلى جانب المستهدف، وهو ما أكده تسجيل خاص حصل عليه تلفزيون سوريا. حاولت واشنطن في أول بيان حول الغارة التهرب من المسؤولية وإيراد كلمة احتمال، لكن ما كشفته التسجيلات التي نشرها تلفزيون سوريا وبدأت وسائل إعلام وجهات حقوقية التعامل معها، يبدو أن كل ذلك دفع واشنطن لتأكيد وقوع ضحايا مدنيين في الغارة، ووضعت العملية تحت التقييم بانتظار النتائج التي قد لا تأتي أو تأتي ويتم التكتيم عليها. يحفل تاريخ التدخل الأمريكي في سوريا بعشرات الحوادث التي راح ضحيتها مئات المدنيين ضمن أخطاء جانبية أو غير مؤثرة، وظلت واشنطن تصر على نفي مسؤوليتها أو الوعد بإجراء تحقيق في أحسن الأحوال، لتأتي صحيفة نيويورك تايمز وتفتح الملفات الدموية للتحالف وتحديدا بالباغوس، لترد واشنطن بحالة مشابهة لغارة إدلب فتنفي وتشكك في البداية ثم تحيل الأمور إلى المحققين. لعل أكثر ما يخشى من التغاضي أو التعامل بلا مبالاة مع العمليات الأمريكية في سوريا هو إعادة السيناريوهات الدموية ذاتها التي ارتكبت إبان قتال تنظيم الدولة، لينتقل الأمر إلى إدلب التي يبدو أن واشنطن
تتخذها ملعبا مفتوحا لها تحت جنح محاربة الإرهاب ولو كان هناك مدنيون. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مستشار نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق الدكتور هشام إسلام. مساء الخير دكتور هشام. البنتاغون يقر باحتمالية وقوع ضحايا مدنيين إثر غارة للتحالف الدولي شنتها قبل أيام واستهدفت قيادي في حراس تنظيم حراس الدين في إدلب. للتوضيح فقط بحسب معلوماتك، ما قاله البنتاغون بحسب المتحدث الرسمي باسمه جون كيربي بأنه سيعد تقريرا لتقييم العملية، هل هذا يعني بأنه سيفتح تحقيق في الحادثة؟ مساء الخير. أولا على حسب ما سمعنا في الأخبار أن أدميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع قال أنه حي اللي صار بهذه العملية في سوريا أن حيكون في انفستيجيشن، حيكون في تحقيق لإثبات اللي حصل بالضبط ومين اللي غلطان فيه وإزاي في ناس يعني مدنيين اتضروا من هذه العملية. إذن سيكون هناك تحقيق. طيب بالنسبة للبنتاغون وللقانون الأمريكي، متى يتبين بأنه هناك تورط فعلا بوقوع ضحايا مدنيين إثر الغارة الجوية الأخيرة؟ ما الدلائل القاطعة بمعنى آخر التي يمكن أن تثبت ذلك؟ المحاكم عامة بتاخد فترة طويلة على ما تطلع بالنتيجة. يعني حتى لو المحاكم اللي هي مش عسكرية، حتى المحاكم المدنية بتطول فترة طويلة. فما اقدرش اقول لك هتاخد فترة قد ايه، وانما على الاقل ان القضية هتكون في المسار القضائي، في نهاية الامر هيعرف مين الظالم ومين المظلوم. أسألك عن الدلائل، لأن تلفزيون سوريا كذلك حصل على فيديو وعرضه على منصاته، فيديو للعائلة التي أصيبت جراء الغارة الجوية التي استهدفت هذا القيادي، كانت بداخل سيارتها، إضافة إلى التقارير التي جمعتها منظمة الخوذ البيضاء أو الدفاع المدني حين انتشالهم المصابين من الغارة. هل يمكن أن تفيد كل هذه الدلائل؟ أي دليل؟ اللي بيحصل كالآتي، أن لما القضية بتتعرض من ناحية العسكرية، أن نمرة واحد بعد ما الضرب صار في سوريا بكل يعني كل طيارة بتطير بيكون فيها كاميرا وفيها تسجيل، فالتسجيل والفيلم والفيديو ده كله بيتشال من الطيارة وبيتحجز في غرفة التحقيق وبيدرس بصورة فنية تكتيكية عسكرية وبعدين بتكون قضائية. فدي بتكون فترة طويلة، وبعدين بعد كده مش بس هي عملية ان القنبلة نزلت ودمرت او قتلت ناس، انما ايضا مين اللي حط الخطة ديت ومين اللي ارسل الطيارة ومين اللي ادى الأمر أن القنبلة تنزل من الطيارة في هذا الوقت، ولماذا اختاروا هذا الوقت مش وقت آخر. ففيها تحقيقات طويلة وكتيرة، وبعدين فيها تدخل عسكري تكتيكي لي من ناحية السرية أيضا، دي بتعقد العملية وبتعملها صعب أن كل شيء يكون مكشوف. مش أي واحد هيكون لي السلطة أنه هو يشوف هذه الأفلام أو يسمع هذه الأخبار أو يدرس هذه القضية، فمش هتكون مفتوحة لعامة الشعب أقصد. فيما لو تم إثبات بأن هؤلاء الضحايا فعلا وقعوا نتيجة خطأ إثر غارة جوية استهدفت قيادي في حراس الدين، ما الخطوة التالية بالنسبة للولايات المتحدة؟ لا سيما بأنها ليست المرة الأولى التي تتهم أو يتهم التحالف الدولي بقتل مدنيين بالخطأ نتيجة غارات جوية، كان سابقا في الباغوز ومؤخرا في إدلب. شوف، أي عملية عسكرية بيكون فيها ضحايا. خلينا نقولها مثلا، معظم العمليات العسكرية بيكون فيها ضحايا، فيها ناس
مظلومين فيها. الشيء اللي لازم برضو الواحد يذكره إن حالياً تلاقي الإعلام بيدق من الناحية الأمريكية على اللي حصل في هذه القضية، وعايزين يعرفوا إمتى هتنتهي وإمتى مين اللي هيتحاكم، وهل هتكون في فدية أو مش في فدية، هل هيكون في دفع وما فيش دفع. بس في نفس الوقت لا تنسى إن سوريا عامة يعني أصبحت ما هيش بلد، يعني انتهت. هو لا شيء يبرر مقتل الناس، يعني من هذا الباب يعني يتم السؤال عن الموضوع. ما صحيح، بس اللي أقصده إن النظام السوري قتل الشعب السوري أكثر من الحكومة الأمريكية أو الجيش الأمريكي سبب قرار. صحيح، ولكن يعني نحن لا نفتح هذا السؤال أو هذا الموضوع من باب المقارنة، وإنما من باب بأن عدة مؤسسات فتحت هذا الموضوع، ويحق لي لأي مؤسسة السؤال والاستفسار، خصوصا مع وقوع ضحايا، وربما هؤلاء الضحايا مستقبلا يستطيعون أن يحاسبون الولايات المتحدة قانونيا. هل يستطيعون ذلك سواء في إدلب أو حتى في الباغوث سابقا قانونيا؟ هل يمكن الدخول بمعركة كتلك؟ ممكن بدون شك أنهم يرفعوا قضية، بدون شك. أنت زي ما أنت شفت مثلا الطيارات اللي دخلت في الـ World Trade Center في نيويورك، يعني ما فيها محاكم أيضا وفيها فدية هتدفع فيها. الفرق بين ديت وبين ديت أن حاليا ما فيش علاقات سياسية دبلوماسية بين سوريا وأمريكا، معناها أنك لازم تروح عن طرف ثالث، فإنك تلاقي تقدر أنك تشتغل عن طريق طرف ثالث ده أيضا بيطول الموضوع أكتر. فهي العملية معقدة زيادة عن اللزوم، مش بس بسبب أن كان في ضحايا، وإنما أنها عملية عسكرية، أنها عملية سرية، أن ما فيش علاقات بين سوريا وأمريكا، أن الوضع في سوريا سيء للغاية، أن العملية دي كانت المفروض معمولة ضد ISIS اللي هي ISLS اللي بيسموه ايه بالعربي، نسيت ان نعم تفضل. يعني العملية كانت ضد النظام الإجرامي الإرهابي اللي موجود في سوريا، فللأسف إن كان في ناس مظلومين اتقتلوا فيها. بحسب خبرتك دكتور هشام كمستشار سابق في البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية، مثل هذه القضايا كيف تنتهي؟ هل تنتهي بتعويض مثلا؟ احتمال كبير تنتهي بتعويض، صح. هتكون زي ما بقول لك، يعني ما تقدرش انك تحكم على القضيه حاليا من غير ما تدرسها ومن غير ما تشوفها ومن غير ما تشوف ايه هي الاسباب اللي ادت للاخطاء، لو في اخطاء. يعني من ضمن الحاجات اللي شفناها في النظام الارهابي او الحشد اللي بيحصل في شمال العراق او في العراق او في سوريا، ان الجماعات الارهابيه ديت عايشه في الاماكن اللي فيها السكان عايشين فيها. فإزاي أنت تقدر تعزل بين السيء والغير سيء، بين الوحش وبين الكويس؟ بيكون صعب أنك تعملها بالطريقة ديت. فديت برضو أخطاء من يعني النظام الإرهابي اللي بيحاول أنه يستعمل الشعب السالم كدروع مدنية. نعم مفهوم. أخيرا قبل أن أختم معك دكتور هشام، كيف يمكن أن تؤثر هذه الحادثة أو غيرها من الحوادث المشابهة على الآلية المعتمدة لدى واشنطن أو لدى الجيش الأمريكي في تنفيذ مثل هذه العمليات؟ هل يمكن أن تدفع الولايات المتحدة لاعتماد آليات أخرى تجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين؟ هذه العملية مش هتمنع النظام أو الجيش الأمريكي أنه هو ينفذ عمليات عسكرية في المستقبل في سوريا أو في أي مكان آخر. الفرق الوحيد إن هيخلي إن الناس اللي هم بيخططوا لهذه العمليات يدرسوها أكتر، وبعدين في بعد من ضمن القضية دي هيكون في حاجات اسمها lessons learned، الحاجات اللي احنا بنتعلم من كل عملية بتطلع دروس إن احنا بنتعلمها وبندرسها.
وحنحاول ان احنا نستعملها بحيث انها تمنعنا ان احنا نعمل نفس الخطأ مرة تانية في المستقبل، انما نعم. مش هتمنعنا ان احنا نعمل عملية قتالية بحيث ان احنا نقتل ارهابيين. شكرا جزيلا لك مستشار ونائب وزير الدفاع الامريكي السابق الدكتور هشام اسلام، كنت معنا من واشنطن. مستمرون معكم مشاهدينا ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.